محاضرة النهاردة بعنوان حاجة اسمها Function of Hypothalamus and Limbic System. Function of Hypothalamus and Limbic System. زي ما احنا متعودين دايما ببدأ بيه Introductory Case. الحالة بتاعتنا من غير قبل ما اراها كده ببص على الصورة اشوف واضح ان ده ايه شاب اهو طالع يجري عايز يلحق الحمام. واضح ان هو ايه عنده urge to micturate. فالحالة بتقول ايه؟ A 20-year-old male, واحد عنده 20 سنة, بيعاني من بوليوريا and بوليديبسيا. بوليوريا and بوليديبسيا يعني قاعد يروح الحمام للمية كتير قوي وبيشرب مية كتير قوي. اتعملت الفحوصات اللازمة ووضح ان هو عنده نقص في هرمون اسمه ال ADH اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون. والأشعة والتحلل الفحوصات وكل حاجة بيانت ان في damaged hypothalamo hypophysial tract. يبقى شاب عنده مشكلة بيروح الحمام الماء كتير جدا, بيشرب ماء كتير جدا, في ناصف هرمون الانتي دايوريتيك هرمون, ووجد ان السبب في ليجن في التراكت اللي بتوصل الهايبوثالاماس بالبوستيريو بيتيوتري جلاند. يبقى انا عايز اعرف ايه هي الهايبوثالاموس اصلا, واعرف ايه علاقه الموضوع ده بالانتي دايتيك هرمون, وعلاقه الانتي دايتيك هرمون بالهايبوثالاموس, هل هي بتفرزه, هل هي بتعمل له ريجوليشن, ايه الوضع. يبقى على مدار المحاضره ان شاء الله افهم بقى ايه علاقه الهايبوثالاموس بالانتي دايتيك هرمون وعلاقته بالحاله دي. ادخل على الليرنينج اوبجكتيفز. انا محتاج اعمل ديسكريبشن للهايبوثالاميك نيوكلياي اند كونكشنز, اعمل اكسبلانيشن للفانكشن اوف ذا هايبوثالاموس. زي ما اقول ما اجي اتكلم في سيولوجي جبت سيره فانكشن اعرفها زي اسم, يبقى انا عايز اعرف الفانكشنز اوف ذا هايبوثالاموس. ثم ليست 5 كاركترستيك فيتشرز اوف ليمبيك سيستم, ايه هو الليمبيك سيستم. ثم كلاريفاي فانكشنز اوف ذا ليمبيك سيستم زي اسم. يعني من اهم الاهداف لنا النهارده ان انا اعرف الفانكشنز اوف ذا هايبوثالاموس, اعرف الفانكشنز اوف ذا ليمبيك سيستم. نبدا بالهايبوثالاموس, بعمل لنفس مايند ماب زي ما احنا متعودين, عايز اعرف الفانكشنال ستراكشر, عايز اعرف النيوكلياي, عايز اعرف الكونكشن سواء افرنت او افرنت كونكشن للهايبوثالاموس, وعايز اعرف الفانكشن. اول حاجه الفانكشنال ستراكشر, هي الهايبوثالاموس دي موجوده فين وعباره عن ايه وايه سماتها. اول حاجة اعرف ان الهايبوثالاموس موجودة فين؟ between the optic chiasma anteriorly and the mammillary body posteriorly. ابص على الصورة دي كده هتلاقي ادي الايه الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس هلاقيها موجودة ما بين مين ومين؟ الاوبتيك كيازما anteriorly والمامولاري body posteriorly. يبقى دي كده الايه الهايبوثالاموس. بل الهايبوثالاموس موجوده ما بين الاوبتيك كازما انتيريولي والماميلاري بادي بوستيريولي, وكونكتد بالبيتيوتري جلاندز سواء انتير او بوستيريور بيتيوتري جلاندز بحاجه اسمها انفانديبولام, عليقه اهي يتقال عليها بيتيوتري ستاك اللي هي العليقه, او يتقال عليها انفانديبولام. طيب هذه الايه الهايبوثالاموس كبيره في الوزن, قال لك توزنها تقريبا 4 جرام, بس زي ما بيقولوا العبرة مش بالكم ولا بالوزن, العبرة بالكيف. الاربعة جرام دول مهمين جدا 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 في وظائف جسمنا زي ما هنشوف دلوقتي. طب الريليشنز بتاعتها, قال لك هي بتفورم الفلور اند لور وولز اوف ذا ثيرد فينتركل. ابص على الصورة دي كده هتلاقي قبل ايه الثيرد فينتركل اهو, فهتلاقي الفلور واللور وول بيتكون بواسطه هذه الهايبوثالاموس. يبقى الهايبوثالاموس بيتكون الفلور واللور وول اوف ذا ثيرد فينتركل. اهي ادي الثيرد فينتركل وادي الهايبوثالاموس, بيتكون الفلور واللور وول اوف ذا ثيرد فينتركل. يبقى ده اول حاجه عرفتها في الريليشن. تاني حاجه قلتها من شويه اللي هي كونكتد تو ذا بيتيوتري جلاند باي انفانديبولار ستاك, او بقول عليها انفانديبولار. يبقى كونكتد اهي الهايبوثالاموس كونكتد مع البيتيوتري جلاند باي انفانديبولار او انفانديبولار ستاك اهو العليقه. تالت حاجه
ريليتد فانكشنالي تو ثالامك، تو ثالاميك نيوكلي اللي هي الانتيريور ثالاميك نيوكلياي زي ما قلنا في محاضره الثالامس، ومع الليمبيك سيستم بسيركت اسمها البابي سيركت. يبقى البابي سيركت بتكونكت الهايبوثالامس مع الثالامس مع الليمبيك سيستم، يعني جزء في الثالامس الانتيريور ثالاميك نيوكلياي. وزي ما هنقول في الليمبيك سيستم كمان شويه هنعرف ان بيعتبروا ان الهايبوثالامس فانكشنالي ريليتد بارت اوف ليمبيك سيستم، يعني اعتبرها اكنها جزء من الليمبيك سيستم الفانكشنالي ريليتد، ريليتد من الناحيه الوظيفيه. يبقى الريليشنز بتاعت الهايبوثالامس تاني ات فورمز ذا فلورا اند رول اوف ذا ثيرد فينتريكل كونكتد تو ذا بيتيوتري جلاند باي انفانديبولار ستاك ريليتد فانكشنالي تو ايه تو ثالاميك نيوكلياي اللي هي بالذات الانتيرو ثالاميك نيوكلياي اند ذا ليمبيك سيستم، ومعاهم بتعمل للبابي سيركت اللي هي مهمه جدا في الايموشن والريسنت ميموري والاوتونوميك رياكشن. طيب الكاركترستيك فيتشرز بتاع الهايبوثالامس ايه؟ It is one of the most vascular organs in the body. مش كده وبس، ركز، لان الريسبتورز اللي بتحتويها هذه الهايبوثالامس مهمه جدا في الوظائف بتاعتها. فهلاقي الهايبوثالامس بتحتوي على جلوكو ريسبتورز، ثيرمو ريسبتورز، اوزمو ريسبتورز، بتحتوي على سيرتن سنتر زي الفيدنج سنتر والابيتا اللي هو الابيتايت سنتر اللي بقول عليه الابستات، فيدنج سنتر وساتايتي سنتر. طيب يبقى ديت اللي انا بقول عليها الفانكشنال ستراكشر اوف ذا ايه اوف ذا هايبوثالامس، وعرفناها كصور اهيت والريليشنز بتاعتها وعلاقتها بالثيرد فينتريكل، وعرفنا انها ريليتد فانكشنالي للثالامس والليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم اللي هو الريم اوف كورتيكال كونكتيف تيشو اللي هنتكلم عنه كمان شويه. فلاقي هذه الهايبوثالامس ريليتد فانكشنالي للثالامس وهذا الريم اوف كورتيكال تيشو اللي بقول عليه الليمبيك سيستم. كلام كويس. يبقى انا اول حاجه اتكلمت عنها في الهايبوثالامس اللي هي الفانكشنال ستراكشر. طيب نيوكلياي اوف ذا هايبوثالامس او بقول عليها الهايبوثالاميك نيوكلياي. الهايبوثالاميك نيوكلياي بقسمها لحاجه اسمها انتيريور جروب اوف نيوكلياي، posterior group of nuclei, medial group of nuclei and the lateral group of nuclei. The anterior hypothalamic nuclei بيشمل supraoptic والpreoptic والparaventricular. ادي ها الparaventricular nucleus، ادي الpreoptic اهي، وادي السوبراoptic. دول كده بقول عليهم الايه الanterior hypothalamic nuclei. طيب البوستيريور تشمل الماميلاري بادي والبوستيريور نيوكليار، هذا الايه الماميلاري بادي هنا اهو، وادي البوستيريور هايبوثالاميك ايه نيوكليار. بتشمل الميديال نيوكلياي، بتشمل ايه تيوبر سيناريوم والدورسو ميديال نيوكلياي والفنترو ميديال نيوكليار. هذا الايه الدورسو ميديال نيوكلياي وادي الفنترو ميديال ايه نيوكلياي اللي انا بقول عليهم بيمثلوا لي الميديال ايه جروب اوف نيوكلياي، ومعاهم بارت اوف تيوبر سيناريوم. اللاترال جروب اوف هايبوثالاميك نيوكلياي بتشمل لاترال بارت اوف تيوبر سيناريوم واللاترال نيوكلياي اهي، ادي اللاترال هايبوثالاميك نيوكلياي ومعاها جزء من التيوبر سيناريوم. يبقى انا عندي انتيريور جروب اوف نيوكلياي، بوستيريور جروب اوف نيوكلياي، ميديال جروب اوف نيوكلياي، ولاترال جروب اوف نيوكلياي. انتيريور هتشمل البارافنتريكولار نيوكلياس، البري اوبتيك والسوبرا اوبتيك نيوكلياي. بوستيريور هتشمل الماميلاري بادي والبوستيريور هايبوثالاميك نيوكلياي. الميديال هتشمل دورسو ميديال وفنترو ميديال نيوكلياي وبارت من التيوبر سيناريا. اللاترال هتشمل ايه؟ اللاترال هتشمل لاترال هايبوثالاميك نيوكلياي وبارت من التيوبر سيناريا. الهايبوثالاميك كونكشن، هايبوثالاميك كونكشن معناها بيجي لها افرنت من مين وبتدي افرنت لمين. لو بصيت على الصوره اللي عندي دي كده، ادا الافرنت بيجي لها افرنت من مين؟ من البيسال جانجليا، من الليمبيك سيستم بالذات من الهيبوكامبس والاميجدالويد نيوكلياس. بيجي لها افرنت من الثالاموس، بيجي لها افرنت من ميني برين سنتر زي الميدل رافي نيوكلياي وديت مهمه جدا في البير كنترول سيستم. بيجي لها افرنت من الاول اسندنج تراكس. طب ديت الافرنت، طب الافرنت بتدي افرنت للبيزل جانجلي،
بتدي للليمبك سيستم، بتدي للثلمس، بتدي للميني برين سنتر زي الريسبيراتوري، زي الفازوموتر، زي ايه الكاردياك سنتر، وبتدي للبوستيريو بيتيوتري تراكت اللي انا بقول عليها ايه، ها هايبوسلامو هايبوفيزيال تراكت، دي نيورال نيورال تراكت او نيرف تراكت، بتكونكت الهايبوسلمس مع البوستيريو بيتيوتري زي ما هتكلم عنها كمان شويه. يبقى هلاحظ اللي بتاخد منه افرنت بتدي له افرنت، ما عدا اللي عندي الاسندنج تراكت بدلها بيبقى بتدي للبوستيريور بيتيوتري ايه تراكت، اللي هي البوستيريور بيتيوتري جلاند. الفانكشن زي ما بقول من اهم الاجزاء في المحاضره اللي هي الهايبوثالاميك فانكشن. فاكوردنج للريسبتورز اللي موجوده في الهايبوثالاموس بتبقى الفانكشن مهمه. الهايبوثالاموس في ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز ليفل لان فيها الجلوكو ريسبتورز، مهمه في البادي تمبريتشر ريجوليشن لان فيها الثيرمو ريسبتورز. ده مش كده وبس، ده فيها الايه الثيرموستات اللي هي اللي هو الايه الهيت او تمبريتشر ريجوليتنج سنتر موجود فيه. بلاقي مهمه عشان الووتر والالكترولايت بالانس لان فيها الاوزمو ريسبتورز، مهمه في الثيرست اند ووتر انتيك لان فيها الثيرست سنتر، مهمه للفود انتيك لان فيها الايه فيها الفيدنج والساتايتي سنتر. تاني فانكشن مهمه جدا في الاندوكراين كنترول بتاع مين؟ الانتيريور بيتيوتري والبوستيريور بيتيوتري والميدالري ادرينالين سكريتنج سنتر. ابص على الاندوكراين فانكشن اوف ذا هايبوثالاموس، يبقى الهايبوثالاموس مهمه في ايه؟ انها بتسكريت ريليزنج اند انهبيتوري هايبوثالاميك فاكتورز اللي هي بتنزل عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن علشان تنزل للانتيريور بيتيوتري تو كنترول اتس فانكشن او تو كنترول ذا هرمونز ريليزد باي ذا انتيريور بيتيوتري. يبقى في كونكشن ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري بس دي بورتال سيركوليشن دبل كابيلاري سيركوليشن، بتكونكت الهايبوثالاموس مع الانتيريور بيتيوتري، بتنزل من خلالها مين؟ الهايبوثالاميك ريليزنج اند انهبيتوري فاكتورز اللي بتكنترول الريليز اند سينثيسيس اوف anterior pituitary hormones. تاني endocrine function it synthesizes antidiuretic hormone and oxytocin وتنزلهم عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال نيورال تراك عشان يحصل لهم ستورج وريليز في البوستيريور بيتيوتري. ودي فكره الحاله بتاعتنا، الانتيدايوريتيك هرمون وان اوف ذا هرمون ذات ريجوليت بادي فلويد، بيعمل ووتر ريتينشن، بيقلل اليورين اوت بوت. طيب هو قليل زي ما بيحصل في الشتاء كمان، بتلاقي الشخص عايز يروح الحمام كتير. فالحاله بتاعتنا الهايبوسلام وهايبوفيزيا النيورال تراكت از دامج، فما عادش في انتي دايوريتيك هرمون هينزل للبوستيريور بيتيوتر يتخزن فيها ويخرج، بقى قليل. فالانتي دايوريتيك هرمون لما يبقى قليل هيحصل ايه؟ الجسم هيفقد ميه عن طريق اليورين فيبقى فيه بوليوريا، وطالما فيه بوليوريا الواحد بيروح الحمام الميه كتير الواحد هيعطش لان هيبقى عنده ديهايدريش فيبقى عنده بوليديبسيا، يبقى ده حل الحاله بتاعتنا. طب تالت اندوكراين فانكشن كنترول سمباثيك اوت فلوتو ادرينال مضله. قال لك خلي بالك ثرو ذا نيرفس كونكشن بتوين ذا هايبوثالاموس اند ادرينالين سكريتنج سنتر ان ذا مضله اوبلونجاتا زنتو دي سوبرا رينال مضله. وانا عارف ان السوبرا رينال مضله دي بتطلع لي الكاتيكولامينز ذات اكت از نيورو هرمونز، يبقى بالتالي ديت الاندوكراين فانكشن اوف ذا هايبوثالاموس. لو بصيت على الصوره هي توضح لي الكلام اللي انا بقوله، بقول انها بتعمل برودكشن للانتي دايوريتيك هرمونز اللي هو الاي دي اتش والاوكسيتوسين اللي بينزلوا عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت علشان يروحوا للبوستيريور بيتيوتري ويحصل لهم ستورج وريليز من البوستيريور بيتيوتري عن طريق الايه الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، بتطلع لي سيرتن ريجولاتوري هرمون ذات كنترول ذا اكتيفيتي اوف ذا انتيريور بيتيوتري جلاند اللي هي بتكنترول السكريشن اوف ايه انتيريور بيتيوتري هرمون. ثالث حاجه بتكنترول السمباثيك اوت بوت تو ذا ادرينال مضله من خلال ايه؟ انها بتكنترول الايه؟ الفانكشن بتاعت الادرينال مضله اللي هتطلع لي نيورو هرمونز اللي هم الابنفرين والنور ابنفرين. كلام كويس قوي.
يبقى ديت اللي انا بقول عليها الايه؟ الاندوكراين فانكشن اوف ذا هايبوثالاموس. طيب قال لك الهايبوثالاموس مهمه كمان في حاجات ثانيه، اه ات كنترولز فيسيرال فانكشنز لانها بتاكت از هاير سنتر فور اوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى الهايبوثالاموس از هاير سنتر فور اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو بدوره هيكنترول ها فيسيرال فانكشن. يبقى دي فانكشن من ضمن الفانكشنز بتاعت الهايبوثالاموس. عن طريق الكونكشن مع الليمبيك سيستم مهمه جدا في الايموشن والبيهافير. الهايبوثالاموس مهمه في السليب ووكفولنس ميكانيزم بالذات عن ايه؟ عن طريق نيوكلياي موجوده فيها اسمها السوبرا كازماتيك نيوكلياس. مهمه جدا في البين كنترول سيستم. لو بصيت على الصوره دي واحنا بناخد في الانالجيزيا سيستم او في البين كنترول سيستم، ادي الصوره قدامها اهيت، هلاقي عندي ايه؟ اما الشخص يتعرض للبين اون اكسبوجر للبين هلاقي الهايبوثالاموس هتعمل ريليز للبيتا اندورفين اللي هيستيميليت سيرتن بيتا اندورفين سنسيتيف نيرونز اللي هتنزل تعمل استيميليشن للايه؟ للايه؟ نيوكلياس رافي ماجنس اللي هينزل منها نيرون هتكنترول انتر نيرونز موجوده فين؟ في السباينال كورد اللي هي بتعمل بريسينابتك انهبيشن للبين ترانسميشن عند الفيرست جيت اوف ايه؟ اوف بين. طب استنشال جيلاتينوزا اوف لاند. يبقى مهمه فين الهايبوثالاموس؟ مهمه في الكنترول اوف بين اللي هو عن طريق الانالجيزيا سيستم. يبقى انا كده اتكلمت على الايه؟ الفانكشنز اوف ذا هايبوثالاموس غايه في الاهميه، ريجوليشن للبلاد جلوكوز، بلاد تمبريتشر، ووتر اند الكترولايت بالانس، ثيرست اند ووتر انتيك، فود انتيك، اندوكراين فانكشن بكنترول الانتيريو بيتيوتري، بيستيريو بيتيوتري، ميدالري ادرينالين سيكريتنج سنتر، وعرفنا الميكانيزم. امبورتنت عشان الكنترول الفيسرال فانكشن، عشان الايموشن والبيهافير، عشان السليب والوكفولنس ميكانيزم، وعشان البين كنترول سيستم. ندخل على الجزء الثاني للمحاضره اللي هو حاجه اسمها الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم لازم ابقى عارف السينونيمز بتاعته اللي هو الايه؟ المرادفات بتاعته او اسامي الدلع بتاعته. حاجه اسمها باليو كورتكس. باليو يعني قديم، كورتكس الكورتكس. امال النيو كورتكس اللي هو الايه؟ اللي هو السريبرال كورتكس العادي بتاعنا. يبقى اسمه باليو كورتكس اللي هو الليمبيك سيستم، او اسمه الراينو كورتكس لان اول ما عرفوه كانوا فاكرين ان هو مسؤول عن الالفاكشن بس اللي هي السميل الشم بس، او بيتقال عليه حاجه اسمها باليو بابيلم. يبقى الليمبيك سيستم ممكن اقول عليه باليو كورتكس او راينو كورتكس او باليو بابيلم. يهمنا نعرف الفانكشنال ستراكشر، الكاركترستيك فيتشرز والفانكشن. اول حاجه ايه هو الليمبيك سيستم؟ وانا بتكلم في الفانكشنال ستراكشر يهمني ديفينيشن. الليمبيك سيستم از ارم او ايدج او بوردر اوف كورتيكال تيشوز ويتش ان سيركلز كورباس كالوزم. طب انت هتدوخلي معاك الاول هو ايه الكورباس كالوزم بقى؟ الكورباس كالوزم انا لو بصيت عندي تو سيريبرال هيمسفيرز اهو، تو سيريبرال هيمسفيرز اهو، هل هما منفصلين تماما عن بعض؟ قال لك لا، تفيه وايد ثيك نيرف تراك consisting of a flat bundle of transverse fibers beneath يعني تحت السريبرال كورتكس in the brain that connect left and right cerebral hemisphere enable communication between them. يعني انا عندي wide thick nerve tract عامله لي flat bundle of transverse fibers بتكونكت تو سريبرال هيمسفير موجوده تحت السريبرال كورتكس، فبتسهل عمليه الكوميونيكيشن بتوين ذا تو سيريبرال هيمسفير. ده اسمه الكورباس كالوزم. بينسرت لهذا الكورباس كالوزم ايدج اوف كورتيكال تيشو حوالين الكورباس كالوزم، دي بتعمل الليمبيك سيستم. يبقى الليمبيك سيستم از ايه؟ از ان ايدج اور ارم اور ا بوردر اوف كورتيكال تيشو ويتش انسيركلز كورباس كالوزم، بتحاوط الايه؟ الكورباس كالوزم. والشكل بتاعها هلاقي هنا اهوت ادا بالشكل ده ريم اوف كورتيكال تيشو ذات انسيركلز كورباس كالوزم. طيب اجزاء ايه؟ قال لك بيتكون من حاجه اسمها اوربيتال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب، وحاجه اسمها سب كالوزال اند سنجل جايروس. قبل ما اكمل البارتس بتاعته يبقى لازم اعرف الفرق ما بين سالكس و جايروس. يبقى ايه هو الجايروس وايه هو السالكس؟ لو بصيت على الصوره دي كده
ادى الجيروس الجزء المرتفع من البرينا، وادى السلكس الايه الديبريشن الديبريسد بارت اهو. يبقى البرين لو جيت ابص على السيرفيس بتاع البرين هتلاقي في جزء مرتفع وجزء منخفض. ذا جيراي ار ذا اي ريدجز اللي هو الجزء العالي ده، اند ذا سالكاي ار ذا جروفز النتوءات اللي ما بينهم، ذات ابير اون ذا رينكلد سيرفيس اوف ذا ايه ذا برين. يبقى الجيرس هو ايه عباره عن ايه؟ ايه الجيرس ده؟ از ذا بروميننت ريز اور اوت وورد فولد ان ذا برين، الجزء المرتفع ده، ده اللي انا بقول عليه الايه الجيرس. السالكس از ذا ديبريشن اور ذا ان وورد فولد اللي هو الجزء ده كده سين ان ذا برين. يبقى الجيرس انا بلاقي جزء رينكل ده اهو، السيرفيس بتاع البرين رينكل لو زي سلك التليفون كده. الجزء المرتفع ده بقول عليه جايروس، والجزء المنخفض الديبريشن ده بقول عليه السالكس عشان يزود لي السيرفيس اريا بتاع البرين. يبقى انا دلوقتي لما اقول جايروس يبقى ده جزء ايه؟ ها؟ برومننت ريز، حاجه عاليه اوت وورد فولدنج، جزء مرتفع. يبقى اما ارجع تاني بقى للبارتس اوف ذا ليمبيك سيستم هلاقيه بيتكون من الاوربيتال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب، سب كالوزال اند سنجلت جايروس، بارا هيبوكامبال جايروس، انكس اند بايريفورم نيوكليوس، هايبوثالاموس فانكشنالي ريليتد، جروب اسوشيتد نيوكليوس از اميجدالا والسبتا نيوكليوس. ابص على الصوره دي توضح لي الكلمتين دول بتوع الاستراكشر. يبقى الليمبيك سيستم عباره عن ريم اوف او ايدج او بوردر اوف كورتيكال تيشو ذات انسيركلز كورباس كالوزا، بتكون من اوربيتو فرانتال كورتكس، سب كالوزال جايروس، سنجلت جايروس، بارا هيبوكامبال جايروس، انكس اند سم ريليتد نيوكلياي اند ستراكشر زي الاميجدالا، هيبوكامبس، هيبوثالاموس، سبتا نيوكلياي، انتيريو نيوكلياي اوف ثالاموس، سم بورشنز اوف بيزال جانجليا اند بارا اولفاكتوريا. هي بقول عليها الليمبيك ايه؟ الليمبيك ستراكشر. يبقى انا كده اتكلمت في الليمبيك سيستم على الفانكشنال ستراكشر. طب ايه هي الكاركترستيك فيتشرز اوف ذا ليمبيك سيستم؟ او الكاركترز اوف ذا ليمبيك سيستم. اول حاجه ات هاز ميني انتر كونكشنز بتوين اتس نيوكليا، النيوكلياي الكتير اللي اتكلمنا عنها ديت في انتر كونكشن بينها وبين بعض. تاني حاجه في باب السيركت اللي جبت سيرتها وانا بتكلم في الايه، ها جبت سيرتها وانا بتكلم في الثالاموس، الباب السيركت جبت سيرتها وانا بتكلم في الهايبوثالاموس. الباب السيركت كونكت ذا ليمبيك سيستم وذ ذا ثالاموس اند هايبوثالاموس، ودي مسؤوله عن الايموشنز والبيهافير. ابص على الصوره اللي قدامي كده، يبقى الباب السيركت بتكونكت ايه؟ الهايبوثالاموس بالثالاموس بالليمبيك سيستم، دي اسمها البابز سيركت. الفانكشن اللي بعد كده ات ريجوليتس برين فيجيتاتيف فانكشنز. ايه هي البرين فيجيتاتيف فانكشنز دي؟ الفيجيتاتيف فانكشنز اوف ذا برين ار ذوز بودلي بروسيسز موست دايركتلي كونسيرند ويز مينتننس اوف لايف، يعني الوظائف اللي لها علاقه بالحفاظ على الحياه. وفيسيولوجيكالي ذا ليمبيك سيستم از ذات بارت اوف ذا برين ويتش ريجوليت ذيس فيجيتاتيف فانكشن. طب ايه هي الوظائف اللي عايزه تحافظ على حياه البني ادم؟ زي البيهيفيرال فانكشن كان معناها حاله، زي البادي تمبريتشر، زي الاوزموناليتي، زي درايف تو ايت الرغبه في الاكل، زي درايف تو درينك، زي السكشوال بيهيفير، زي الاولفاكشن، كل دي بقول عليها فيجيتاتيف فانكشنز، بادي فيجيتاتيف فانكشنز، البرين بيعمل لها ريجوليشن. فيسيولوجيكالي الجزء المسؤول عن هذه الريجوليشن هو الليمبيك سيستم. الفانكشن اللي بعد كده ان بلاقي الليمبيك سيستم هاز ميني ريفربريتنج سيركت، وبالتالي مسؤول عن فيها برولونجد افتر ديشارج، وبالتالي فيها ميموري، مسؤول عن الميموري كفانكشن من الفانكشنز. يعني ايه ريفربريتنج سيركت؟ لو انا عندي دلوقتي اداه نيرون عامله ساينابس مع انذر نيرون، عامله ساينابس مع انذر نيرون، عامله ساينابس مع انذر نيرون، لو تخيلنا ونبه عصبيه تمشي كده، مفيش اي كولاتر ولا حاجه هنا، والونبه العصبيه تمشي، هتمشي يا ونبه عصبيه وتخلص. لكن اللي هنا حاجه تانية، شوفوا العظمه بتاعت ربنا. لو حصل ان وان اوف ذا نيرونز اللي ماشيه ده هي طلعت لي سايد برانش اهو،
عمل سينابس مع انتر نيرون، والانتر نيرون دي عملت ريستيميوليشن للنيرون دي واستيميوليشن للنيرون اللي قبلها. يبقى شوف الوردة العصبية هتمشي ازاي، هتمشي من النيرون الاولانية للتانية للتالتة للرابعة، وفي التالتة دي هيطلع سايد برانش للانتر نيرون اللي هيستيميوليت التالتة تاني ويستيميوليت التانية، تقوم وردة عصبية لفة تاني تعمل اوت بوت وتدي سايد برانش. بقى مشينا في دايرة مغلقة يتقال عليها ريفربريتنج سيركت. يبقى ريفربريتنج سيركت او بقول عليها ريفربريتنج تشين عباره عن ايه؟ ريفربريتنج تشين اوف نيرونز كونتيننج كولاترالز اهو ذات سينابسز ويز بريفيوس نيرونز ان ذا تشين. اهو نيرون طلعت كولاترال عمل سينابس مع انتر نيرون اللي هي بتعمل سينابس مع نفس النيرون او مع بريفيوس نيرون ان ذا تشين. النتيجه ايه؟ ان وان انبوت يعمل مالتيبل ايه اوتبوت. لاي ايه؟ انا عملت سيميليشن واحده ولكن الدشارج مستمر، ولذلك بقول لها افتر دشارج. وديت مهمه جدا في فكره الميموري، تلاقي بتخزن المعلومه الذاكره. يبقى ديت بقول عليها بلاقيها ايه؟ فيها ميني ريفربريتنج سيرك. ولكن بلاقي الليمبيك سيستم هاز فيو كونكشنز وذ سريبرال كورتكس وذ نيو كورتكس. فهو اسمه الباليو كورتكس اللي هو الليمبيك سيستم، ما بيرتاحش للنيو كورتك زي ما تكون ايه، افتكرها كده الواحده وضرتها ما يتقوش بعض. فانت عندك الليمبك اسمه باليو كورتكس، ليمبك سيستم باليو كورتكس، والسريبرال كورتكس والنيو كورتكس. يبقى التواصل بينهم بقى قليل. صباح الخير يا جارتي، انت في حالك وانا في حالي، واحده وضرتها كده. فانا عندي الليمبك سيستم عنده فيو كونكشن وذ سريبرال كورتكس. يبقى الكاركترستيك فيتشرز اوف الليمبك سيستم بلاقي فيه ميني انتر كونكشن بين اتس نيوكلياي، عرفت الدور بتاع الباب السيركت، عرفت انه بيريجوليت البرين فيجيتاتيف فانكشنز، عرفت ان في ميني ريفربريتنج سيركت وعلاقتها بالميموري، عرفت ان في فيو كونكشن ويز سيريبرال اي كورتكس او نيو كورتكس. الفانكشنز اوف الليمبك سيستم من اهم الاجزاء اللي تعرفها في الليمبك سيستم هي الفانكشن. اول حاجه بيهيفيرال تشينجز. لو بصيت على الصوره اللي قدامي دي، لو في ورده انت ايه، انت دلوقتي شفت ورده، يبقى الاول حاجه في حاجه اسمها كوجنيشن. انا شفت الورده اتعرفت عليها وفهمت ان دي ورده. طيب الورده كانت ريحتها كويسه فعرفت انها ريحه كويسه، اتبسطت، فده بقول عليه ايموشن او افكت. طيب انا عرفت انها ريحه كويسه حفزتني ان انا ايه، ابقى مبسوط، اتنطط تجري العب اقعد اشوف شغلي انبسط، يبقى عملت لي موتيفيشن حفزتني، او بقول عليها كونيشن، كونيشن او موتيفيشن حفزتني ان انا ايه اروح شغلي مبسوط، هجري العب اقعد اشوف شغلي هفرح هضحك هعمل. يبقى انا عندي البيهيفير عبارة عن ثلاث حاجات أساسية، دايرة سيركل أو سيركت، حاجة اسمها كوجنيشن اللي هي النوليدج أند أندرستاندينج معناها أويرنس أوف ذا سنسيشن إتسيلف أند إتس كوز، عرفت السنسيشن وعرفت سببه. أنا شميت ريحة وسببه إن في وردة. تاني حاجة الريسبونس الثاني او البيهيفير الثاني الافكت، او بقول عليه ايموشن، فيلينج اوف ذا سنسيشن ويذر بليزنت اور نون بليزنت. انا شميت الريحه حسيت ان هذا ايه، احساس كويس، كانت ريحه كويسه. البيهيفير الثالث او الرد فعل الثالث حاجه اسمها كونيشن او موتيفيشن، ارج تو تيك ان اكشن تو انترفيس ذا سنسيشن، وبيبقى مصحوب باوتونوميك رياكشن زي تشينج في الهارت ريت مثلا. يعني انا ايه، شميت ريحه كويسه اتبسطت قعدت اتنطط اجري العب اضحك، ده عمل لي حافز موتيفيشن كونيشن، وبلاقي معاه ممكن الاقي فيه تشينج في هارت ريت زاد الهارت ريت مثلا. فبلاقي المهم جدا في هذه البيهيفيرال تشينجز الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم مهم علشان هذه البيهيفيرال تشينجز اللي هي الكوجنيشن الافكت والكونيشن. الكوجنيشن زي ما قلت
اللي هو knowledge and understanding، الأفكت اللي هي الإيموشن، والكونيشن اللي هو الموتيفيشن. تاني حاجة الأولفاكشن كفانكشن للليمبيك سيستم، أنا حتى كنت بقول اسمه راينو كورتكس. مهم جدا جيف سبيسيفيك رياكشن فور سبيسيفيك اوردر. يعني انا دلوقتي شميت ريحه كويسه زي ما قلت، يا هستنشق بزياده وابقى مبسوط وفرحان وسعيد. طب لقيت ريحه سيئه هتلاقيك بتقفل مناخيرك وتتضايق وتبعد عن المكان. يبقى مهم في الايه جيف سبيسيفيك رياكشن فور سبيسيفيك اوردر. شميت ريحه كويسه، ايه الرياكشن؟ شميت ريحه مش كويسه، ايه هو الرياكشن؟ تالت حاجه مهمه عشان السيكشوال بيهيفير، سواء الديزاير او الانتجريشن اوف ذا ريفلكس اللي هي الاريكشن والميتنج والايجاكوليشن، مهم علشان الفيدنج بيهيفير. وبلاقي الليمبيك سيستم مهم علشان الابيتايت تو سيرتن تايب اوف فود، يعني كواليتي نوت كوانتيتي. يقول لك انا عايز اكل النهارده الاكله الفلانيه، مش عايز ياكل والسلام. واحد يقول يا عم انا عايز اكل والسلام، جعان وعايز ياكل والسلام اي اكله، ده مش ابيتاي، ده عايز جعان وعايز ياكل هانجري. لكن بيطلب حاجه معينه دلوقتي عشان ياكلها نفسه وفاه عليها، لا ده عايز نوعيه معينه، يبقى اقول عليها ابيتاي، يبقى فيدنج بيهيفير. الفانكشن اللي بعد كده اجونيستيك بيهيفير ديفنس اند اتاك. قال لك الليمبيك سيستم مهم جدا يخليك اما تشوف اسد قدامك تعرف انه عدو، انمي. عايز تدافع عن نفسك، هتدافع عن نفسك ازاي؟ الدفاع حاجه من اتنين، يا عدو تقدر تواجهه فهتواجهه، يا عدو مش هتعرف تواجهه فهتهرب منه، فانت هتشوف الاسد تهرب على طول. ولذلك الناس اللي عندهم مشكله في الليمبيك سيستم تلاقي ايه؟ شايف الاسد بيدخل على الاسد وداخل عليه عادي. هو مش علشان مش خايف من الاسد، لا، عشان مش عارف ان ده اسد، ولا عارف انه حاجه ضاره بالنسبه له، ولا عارف انه المفروض يعمل ايه. في عنده مشكله في الاجنستيك بيهافير ده، في عنده مشكله في الليمبيك سيستم. الفانكشن اللي بعد كده الريورد سيستم، اللي هو كسيستم للمكافاه، الواحد بيكافئ، الواحد يبقى مبسوط، حاجه اسمها والكيميكال ترانسميتر المسؤول عن الريورد سيستم او اللي هو عن المكافاه ده او الانجاز ده، حاجه اسمها دوبامينرجيك ريسبتور او دوبامينرجيك ايه ريسبتور، وفيه دوبامين از كيميكال ترانسميتر. الليمبيك سيستم مهم في الليرنينج، اكتنج از باك جراوند تو كونديشند ايه ريفلكس، يبقى مهم في عمليه الايه الليرنينج، عمليه التعلم. والكونديشند يعني حاجه مشروطه بحاجه، زي البافلوف اكسبيرمنت اللي هو ايه، انت دلوقتي جاب حته لحمه اداها لكلب وضرب الجرس وكرر العمليه ديت يوم ورا يوم ورا يوم، يقوم ايه ضرب الجرس ومد للكلب حته لحمه، ضرب الجرس ومد للكلب حته لحمه ويشوف فيه جاستريك سكريشن ولا لا، بعد اسبوع بعد اتنين ضرب الجرس وما حطش حته اللحمه ولقى جاستريك سكريشن زادت. فالسبب ده اتعلم، هو ربط ضرب الجرس بانه هيلاقي حته اللحمه او الاكل اللي هياكله. يبقى الليمبيك سيستم مهم علشان الليرنينج. الليمبيك سيستم مهم عشان الشورت تيرم ميموري او الشورت اكتنج ميموري، النتيجه ان في عنده ريفربريتنج سيركت. في فانكشنز للليمبيك سيستم نتيجه اتس كونكشن تو ذا هايبوثالامس، زي ايه؟ اول حاجه ريجوليشن اوف سكريشن اوف سام هرمون، زي الهرمونز ريجوليت صوديوم وبوتاسيوم بلاد ليفلز، وبيريجوليت سام هرمونز اولسو زي الكاتيكولامينز. تاني حاجه ريجوليشن اوف اوتونوميك رياكشن ويتش اكامبرز ذا ديفرنت سنسيشن، كل سنسيشن بيبقى معاه اوتونوميك اكشن، ممكن يكون سمباثيك او برا سمباثيك. فنتيجه الكونكشن مع الهايبوثالاموس بيريجوليت ذيس اوتونوميك رياكشن. مهم في الكنترول اوف سليب سايكل عن طريق السوبرا كازماتيك نيوكلاس اوف ذا هايبوثالاموس، لان ايه زي ما قلت الهايبوثالاموس از فانكشنالي ريليتد تو ليمبيك سيستم. مهم في المينتنس اوف هرمون اوف هوميوستاسيس، زي ما قلت الريجوليشن اوف هرمونز اللي طالعه من البيتيوتري. مهم في الفيدنج اند درينكينج ميكانيزم. ايموشنال ريسبونسز تو بين، زي ما قلنا الهايبوثالاموس ايه، اكني بتكلم على الفانكشن اوف هايبوثالاموس. انا قلت ايه الهايبوثالاموس ريليتد تو ذا ليمبيك سيستم، فانكشنالي ريليتد، فما اقول فانكشنز
of limbic system related to its connection to hypothalamus، اكني بقول ال functions of hypothalamus، سواء regulation of secretion of some hormones، regulation of autonomic reactions which accompany different sensation، control of sleep cycle، maintenance of homeostasis and emotional responses to A to B. يبقى انا بتكلم تاني functions of the limbic system، عرفت behavioral changes، olfaction، sexual behavior، feeding behavior، agonistic behavior، reward system، learning، short acting memory and functions related to the hypothalamus، لانه connected مع الهايبوثالامس او الهايبوثالامس تعتبر functionally related للimbic system، زي regulation of secretion of some hormones، regulation of autonomic reaction which accompanies the different sensation، control of sleep cycle، maintenance of homeostasis and emotional responses to pain. To summarize الكلام اللي احنا قلناه، اتكلمت على الهايبوثالاميك نوكليي اند كونكشنز، اتكلمت على الفانكشنز اوف ذا هايبوثالاموس، اتكلمت على الكاركترستيك فيتشرز اوف ذا ليمبيك سيستم، اتكلمت على الفانكشنز اوف ذا ليمبيك سيستم. زي ما بقول دايما الفانكشنز غايه في الاهميه، ما ننساش ابدا ايه هي الفانكشنز اوف ذا هايبوثالاموس، ما ننساش ابدا ايه هي الفانكشنز اوف ذا ليمبيك سيستم. اشوف بعض امثله لسنجل بيست انسر كده، اشوف انا فهمت ولا ما فهمتش. السؤال الاولاني بيقول لي which of the following is a feature، which one of the following is a feature of hypothalamus، انهي واحده من دول، هل it forms the floor of the fourth ventricle، ولا has a weight of about 14 جرام، ولا has few connection with the limbic system، ولا connected to pituitary by infundibulum او infundibular stalk. يبقى فعلا رقم D، it is connected to the pituitary by infundibulum. السؤال رقم 2، which of the following receptors are excluded to be present in the hypothalamus، مين الريسبتورز اللي في دول مش موجوده في الهايبوثالاموس، يبقى رقم ايه اللي هي البارو ريسبتورز. السؤال اللي بعد كده، which of the following is or are considered as a part of the posterior nuclei of hypothalamus، انهي واحده من دول posterior nuclei of hypothalamus، فعلا رقم ايه اللي هي الماميلاري بادي. السؤال اللي بعد كده، the hypothalamus synthesizes many hormones، which one of the following hormone is synthesized by it، انهي واحد من دول فعلا رقم سي اللي هو الاوكسيتوسين، قلنا انها بتصنع الاوكسيتوسين والانتي دايوريتيك هرمون، وينزلوا عن طريق الهايبوثالاموس وهايبوفيزيال تراكت عشان يتخزنوا فين، في البوستيريور بيتيوتري. السؤال اللي بعد كده، هايبوثالاميك ليجنز كوز دايابيتس انسيبيدس، الحاله بتاعتنا ديو تو ديفيشنت سكريشن اوف ويتش هرمون، يعني هرمون هي بتصنعه، يبقى رقم ايه اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون. السؤال اللي بعد كده، هايبوثالاموس كنترولز ادرينالين سيكريتنج سنتر بريزنت ان ويتش ستراكشر، ده انا حتى بقول ايه، ها ميدالري ادرينالين سيكريتنج سنتر، يبقى الموجود فين، في المدله اوبلونجيتا، يبقى الاجابه رقم A. السؤال اللي بعد كده، ايموشنال اند بيهيفيرال اكتيفيتيز اوف ذا هايبوثالاموس ار ديو تو اتس كونكشن تو ويتش ستراكشر، ها الباب السيركت كونكتد لمين، يبقى كونكتد للليمبيك سيستم اللي هي رقم B. السؤال بعد كده، which one of the following is a synonym for rhinocortex، ده انا قلت اسمه ايه، rhinocortex او paleocortex، اللي هو مين، الليمبيك سيستم اللي هي رقم P. السؤال اللي بعد كده، bubble circuit connects which structure، وانا مغمض الكفر تيست، لو غطيت السؤال هقدر اجاوب من لو غطيت اللي هي الاجابات اللي هي الاوبشنز هقدر اجاوب السؤال من غير ما ابص عليهم، يبقى مين عندك رقم دي اللي هي الثالاموس والليمبيك سيستم والهايبوثالاموس. السؤال اللي بعد كده، awareness of the sensation itself and it cause and its cause is represented by which of the following، اللي هي الكوجنيشن، ان انا اعرف السنسيشن واعرف سببه، يبقى كوجنيشن رقم بي. السؤال اللي بعد كده، limbic system shared in the control of sleep cycle through the connection مع مين؟ أنهي structure connected مع الهايبوثالاموس اللي هي رقم C. السؤال اللي بعد كده، presence of many reverberating circuits in the limbic system explain which function of it. كلمة reverberating circuit يعني after discharge يعني memory، يبقى الإجابة أنهي واحدة؟ رقم A memory. ادي الانسر كي بتاعتنا بتاعت السنجل بيست انسر. الحاله كده بقت واضحه، الهايبوثالاموس بتصنع لي الانتي دايوريتيك هرمون،
والانتي دايوتيك هرمون بينزل للبوستيريور بيتيوتري عن طريق الهايبوسلام وهايبوفيزيال تراك. طب حصل دامج للهايبوسلام وهايبوفيزيال تراك لاي سبب، الانتي دايوتيك هرمون هيقل. فما يقل الانتي دايوتيك هرمون الشخص ما عادش هيحتفظ بالايه بالميه في جسمه، فسهل ان يكون يورين بكميات كبيره فيحصل بوليوريا ويحصل بوليديبسيا، ودي الحاله بتاعتي. وادي الريفرنسز بتاعتي. ارجو ان الامور تكون واضحه، بالتوفيق ان شاء الله.